اسمعي ولا انت وياها اللي بترفع عينيها والله لقطع رقبتها قطر، خاصة انت ينبوز. يابا ما هو حكي اشوف العريس. ايه ولكن مش شو حكي؟ اقعدي يابا. حكي هالشرعي، انت قلت لنا انه يوم خطبتك انت وامي شفتها. ما الله يزنكك، دائما بتزكنيني انت. طب اسمعي، بتتفرجي هالكد عليه فاهمه؟ خليني اتصل بخالكم هذا زي اللي مطلقات ابو ابراهيم، بكل عرس له كرس. كديرك كده تشوفه كان. اي شو يا ابو ابراهيم؟ يا زلمه هيني بدي اسكر الدكان واضل جاي على طول، مالك متسربع؟ متسربع؟ طب خلص خلص عاد، بلا طق حنك. خلصني بسرعه، تتاخرش. مع السلامه. يعني عن جد هذا خالكم زي المطلقات. شو بتسوي انت قاعدات ها؟ يلا يلا قومي جوا امشي يلا. ايو منيح. ما تضلكاش رايح جاي ترجع، نفختني نفختني من كثر ما نفخت. يلا سلم على ابوك واحكي له ما يتاخرش بالدفع. ها اسمعوا، ما حد يحكي غيري، بلاش تخبصوا. يا عيب الشوم عليك يا ابو محمد، وشو هالحكي اللي بتحكي فيه؟ أنا ما قصدتك، أنا قصدت ولادك. يا سيدي مش راح نحكي، المهم تطلبوا لي البنت. أنت بالذات اسكت. ألو هيني هيني في الطريق شوي بس. إيه يا زلمة مالك متسربع؟ إيه أتظلش تكون متسربع. ها خلصني عاد يلا بسرعة. أجل جن. بسكتش إلا بهالكلمة؟ الله وكيلك ما بسكت إلا هيك. ألو يا زلمة أحلف لك بإيش إني جيت مقاطع عشان أستعجل. إيش يعني أركب على الجمل وجيك؟ بطولش، مالك متسربع؟ يا زلمة وبعدين معك؟ أتظلش تقول هالكلمة ها؟ أنا عقلي غزك. يلا يا حبيبي تتأخرش. ايه بسرعة يلا بدنا نوقفين هون. معك حق. عجبك؟ هيهم اجوا. لا اله الا الله يا زلمة بطولش، اصبر لك شوي اصبر شوي. لا اله الا الله يا زلمة ما تتسربعش. فزت عليه ما لحقش يرد. اهلين اهلين، اهلا وسهلا فيكم، شرفتمونا. اهلين. الله يزيدك شرف يا ابو سليم. الله يرضى عليك يا رب. المهم خلينا ندخل في الموضوع. والله انا بقول بلاش، لانه اذا دخلت في الموضوع يمكنها تعمل حادث. الله يديم الضحكة يا ابو سليم. الله يرضى عليك. المهم خلينا نحكي في الموضوع. لا يا اخوي يا حبيبي بصراحة خلينا نأجل الموضوع تيجي خال البنت. يعني انا بقول يا اخوي ابو سليم خلينا نفوت في الموضوع على طول، ليش نستنى؟ ما انت ابوها. وشو بتقول انت؟ ولا يمكن خالها بمثابة امها. إيه قصدي هسه بيجي. على ايش متسربعين؟ هسه بيجي. هيو اجا خالك تارك الدكانة وجاي فاهمة. شو وين العريس انت؟ وح وح اح وح. شو هاد؟ وح وح. هذا اخوه. وح اح وح. سكتوا يا بيزان. وح وح اح. اجل جن. بسم الله الرحمن الرحيم. وينو؟ هذا ابو سكتش اللي هيك يا حبيبي، هذا انا سايب بلوز. هي العريس. يا عمي انا مفلت الدكان وجاي، خشوا في الموضوع بسرعه. الله يسود وجهك بس. بدون مقدمات احنا جايين نطلب ايد بنتكم المصون تحرير لابننا احمد. ولا يمكن، مستحيل. لا إيه؟ لا 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 ولك شو اللي مش ممكن؟ ولك انا قلت اعمل لك شان قدامهم انك انت كبير وبتمون علي عشان تبين انه لك قيمه. اسكت بلا هبل بلا هبل. تفضلوا كملوا. شكله ابوك اللي راح يخرب الدنيا. طب اسمع اسمعي، بدك بنت اختي انا تتجوز دكانجي؟ ما شاء الله عليك، عساس انه انت يعني دكتور. بس يا عمي لازم نسال عنك. انا بحكي خلينا نحكي بالامور الثانيه على اساس اذا سالنا عنه وطلع منيح نكون جاهزين. زي ما بقول خالها، خالها بقول الصح دائما. وح
وح وح وح وح أجل وح. جن أيو سكت. كمل كمل يا أبو إبراهيم. شوفوا يا جماعة مهرها 10,000 ليرة. ول ليش؟ ول عليك لحالك. بدكم أضربه بدكم هسا بصيروا 11. المهر بهالبلد معروف 5,000 وإن طارت 6. بنتي هيش مهرها؟ أنا عصبت عصبت أنا. اسكت أنت يا أبو سليم خلينا أشوف أنا. خلينا بيني معصب. إيه شوي. إيه خلينا أعرف أتفاوض. قولوا لي أنتوا قديش بدكم تدفعوا؟ أيه مفاصلة. أنا بقول زيها زي هالبنات. ويا سيدي فوقهم 100 ليرة تكرم. 6,000 ليرة وهدم الخال. شو هذا هدم الخال؟ هذا يا سيدي والحكي للجميع. كانوا زمان يجيبوا لخالي البنت أواعي أو يحطوا بإيده 1,000 ليرة. أنت قلت بلسانك زمان. أي خلص يا أبو إبراهيم أتخربش البيعة. قصدي أنا بجيب لك حسابي يا زلمة. خلص بدي أتجوز البنت. ما أنت شايف بوزها 6 متر. إيه يا زلمي أنا مفلت الدكان وجاي مالك أنت؟ والله أنت كم منك بس ومنك أنت كمان. حاضر يا عمي زي ما بدك. وح 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 أجل جن. أجل جن يا سيدي. خلص بدي أحكي. احكي بدمون بتمون يا زلم. خلص يا سيدي شوف شو بدي أقول لك. 6,000 مقدم ها و6,000 عفش بيت. ويا سيدي هذول الرقم اللي بدي احكيه هسه مش راح تدفعوه منتو. هذا بندفعش يعني بندفعش الا اذا لا سمح الله صار اشي مش بلي يعني طلقوا البنت. 20,000 هذول متاخر. اي كتير هيك يا ابو سليم وبصراحه صح لنا ارخص. يا سيدي كل شيء سعره فيه يمكن يلاقي ارخص بس يمكن بدها صيانه بدها وجدهان بدها تجليس. شو هي هاي السياره؟ حق العريس انه يشوف العروس. اول اشي لازم نسال عن الولد. برتشي ها طلع سكرجي ولعيب كمار وابصر شو. صحيح كلامك لازم نسال عن الولد اول. لازم نسال عنه زي ما قال خالد البنت. اساله وبعدين بنحكي. قوم يا ابو قوم قوم يا عمي. وح 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 وح, وح, وح. اجل جن في بيبيعوا اشي اسمه خل وإشي اسمه روح الخل. عندي منه بجوز 3 انواع. ابقى اختار افضل نوعيه وجيبها لابو سليم. ليش؟ علشان يخلل بنته عبين ما يبقى يجيها عريس. وح 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 وح. وبدون اخراج اكسن هوسوف المنتز ما في ازعاج للتحليل مسرح احلى مكساج برسم بسمة وانبهاج بعد المونتاج اكشنها وبدون اخراج شمعة وسراج نورنا العتمة بكل يوم تاب ولا عاج بدنا بس الفرحة تدوم بدون اخراج اكشنها وشوف المنتج ما في ازعاج وللتحليل مش راح تحتاج